مع استمرار المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمحتجين بدأت نتائج الأزمة في الظهور. طوابير الانتظار للتزود بالوقود امتدت لمئات الأمتار وفي أكثر من موقع بالعاصمة. الصراع في الشارع أظهر حجم الخلاف داخل الائتلاف الحكومي، فالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة المرغني وأكبر المشاركين في حكومة البشير اتهم الحزب الحاكمة بتجاهل كل مطالب التراجع عن القرار. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يدعو الحكومة من جديد لإلغاء هذه الزيادات غير المبررة والتي تفاقم من معاناة شعبنا الأبي، إيمانا بحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، لأننا ندين بشدة العنف المفرط الذي قامت به السلطات ضد التظاهرات. حزب المؤتمر الوطني الحاكم أغلق بابا أمام احتمالية التراجع، فمجريات الأحداث على الأرض برأي كثيرين تشير إلى تصاعد المواجهات بعد سقوط قتله، واقع يبدو أنه لم يغير من خطاب الحزب الحاكم حتى الآن. الذي ركز عليه القطاع السياسي هو ضرورة إنفاذ هذه الحزمة الاقتصادية بصورة متكاملة ودون ما تجزئة. ما يجري في الشارع السوداني بعيدا عن التخريب أو العنف يراه كثيرون بداية لكسر الصمت إلى مطالب حياتية وربما سياسية أيضا. طارق التجان، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.